بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وحلقة جديدة من تكنولوجيا الطاقة. اليوم إن شاء الله نستكمل حلقة من حلقات الووتر بامب كنترول، ودي سلسلة كنا بدأناها وإن شاء الله يعني تقريبا وصلنا لنهايتها مع الفلوماك، الجهاز الرائع لتشغيل مضخة مياه أو موتور مضخة المياه المنزلي اللي بيبقى موجود عندنا في أسفل المنزل. ان شاء الله اليوم هنتكلم عن الفلوماك وكشف اعطال الفلوماك، ايه هي اعطاله وكيفية التغلب عليها بكل سهولة. ارجو تكونوا مركزين في الحلقة عشان الاعطال دي غالبا ما بتحدث وعايزين نعرف مع بعض ازاي نتغلب عليها. تابعونا. اهلا بكم. كشف الاعطال للفلوماك، وكان في توصيات للمصنع كنا تحدثنا عنها من قبل وعرضنا الكتالوج بالظبط وقلنا ازاي بيركب ونظرية عمله وازاي تخلي بالك من الاربطة وحاجات كتير جدا ان شاء الله في الفيديوهات السابقة. اللي ما شافهاش يا ريت يرجع يشوفها معانا في نفس السلسلة، وهي طبعا داخل ليست كهرباء منزلية وصناعية. اليوم ان شاء الله هنتكلم عن بالتفصيل عن كشف الاعطال للفلوماك. تعالوا بينا نشوف مع بعض ايه الاعطال اللي ممكن تحدث. اول عطل معانا المحرك يعمل ولا يفصل، او الجهاز يعمل ولا يفصل، تمام؟ ده سبب ايه؟ في اسباب داخلية داخل الجهاز، احنا بنتكلم عن الجهاز دلوقتي، وفي اسباب خارج الجهاز. الاسباب الداخلية منها ان نقاط التوصيل الداخلية للجهاز تالفة. نقاط التوصيل زي ما احنا شرحنا قبل كده وقلنا في انلت اللي هو الداخل وفي الخارج، تمام؟ ممكن تكون الاطراف دي تالفة فالكهرباء مش موصلة كويس، او في عكس في هذه الاطراف، انت موصل الداخل خارج والخارج داخل وهكذا، تمام؟ فدي تحتاج الى، طبعا هي لو تالفة او يعني بروكن بايظة خالص يبقى تحتاج لتغيير الدايرة، او حتى ممكن تحتاج لتغيير الجهاز، تمام؟ طيب، تاني سبب من الأسباب الداخلية للمحرك يعمل ولا يفصل هو مفتاح الستارت، اللي هو الريستارت ده مضغوط عليه باستمرار. احنا قلنا مفتاح الريستارت ده بتاع التحضير الذاتي، تمام؟ لما يكون حتى في مشكلة بتظهر اللمبة وبعد كده احنا بندوس ريستارت دي، اذا المحرك يعني متوقف تماما، او لو احنا بنحضر تحضير ذاتي من لو السحب من اسفل البير او غيره، فهنا ممكن المفتاح ده يكون مضغوط عليه باستمرار او معلق بالضغط عليه للداخل، فده طبعا بيخلي المحرك شغال على طول وما يفصلش، تمام. السبب الثالث معانا ان قطعة مربط التدفق دايما بتكون لأعلى، بيسموها جمد. جمد يعني بتكون ايه، او ستك في مكان فوق لأعلى، دائما تحس ان في تدفق موجود وبيسري، يعني انت فاتح الحنفية، فدايما المحرك ايه يعمل ولا يفصل في هذه الحالة، او الجهاز يعمل ولا يفصل لانه شايف ان في تدفق على طول. طبعا المفروض القطعة دي تنزل لما يكون مفيش تدفق، يعني لما تقفل المية، فالمشكلة بتبقى ممكن تكون في هذه القطعة. طيب، عندنا بقى طبعا أسباب خارجية من أن المحرك يعمل برضه ولا يفصل. الأسباب الخارجية تتمثل يعني بالتفصيل في إن في تسريب للمية داخل المبنى، يعني ممكن يكون في تسريبات داخل المبنى، مجموع هذه التسريبات يساوي أن هناك تدفق، تمام؟ لان لو هناك تسريب بسيط في حنفية او كده الجهاز ممكن يعمل مفيش مشكلة، ولكن اذا كان مجموع التسريبات دي كبير، مبنى كبير وفي حنفيات كتير بتسرب، فده طبعا الجهاز بيشوفه على ان ده تدفق موجود وفي سحب للمية، فيشتغل على طول ولا يفصل، تمام جدا. تعالوا بنا نشوف العطل التاني. العطل التاني بيقول لك المحرك مفصول ولا يعمل، طبعا الجهاز هنا فاصل المحرك. الأسباب الداخلية اللي ممكن تكون موجودة في الجهاز إيه هي؟ أول حاجة إن في خطأ بضبط الجهاز، دايما حاسس إن الضغط لا يتحقق فمفصول الجهاز ولا يعمل باستمرار. أو في مشكلة تانية في التشيك فالف الداخلي. التشيك فالف ده، أو الفالف اللي احنا بنسميه كده بالدارج، التشيك فالف ده احنا قلنا إن الجهاز فيه داخليا التشيك فالف لحماية الجهاز نفسه، فممكن يكون في مشكلة في التشيك فالف. فطبعا التشيك فالف ده بيعمل ايه وظيفته بكل سهولة؟ انه بيمرر التدفق السائل في اتجاه ويمنع مروره في اتجاه اخر، فممكن يكون في مشكلة في المية او السائل بيمر
من الاتجاهين، فبيحصل يعني لبس او مشكلة في الجهاز، فلذلك يفصل المحرك ولا يعمل. السبب الثالث في الموضوع ده اذا كان الجهاز بيسحب من مكان منخفض، يعني مثلا من بير تحت في اسفل مثلا، فده طبعا بيحتاج ايه؟ بيحتاج لتحضير ذاتي. تحضير ذاتي يعني انت اللي تحضر المية دي، يعني تسحبها الاول. طبعا احنا قلنا ان الجهاز بيعمل تحضير ذاتي لنفسه، وفي بروسيجر او اجراءات بينفذها قبل كده شرحناها، ولكن لو انت بتركب الجهاز مثلا لاول مره فمحتاج انت تعمل تحضير ذاتي. والتحضير ده بيتم ازاي؟ ان انت تضغط باستمرار على المفتاح الاحمر ده اللي هو الريستارت. الستارت ده بيعمل اوفر رايد او بيلغي عمل الجهاز او الحساسات بتاعته لغايه ما تشيل ايدك انت. فطبعا انت بتفضل ضاغط لغايه ما الميه تطلع فوق فيحس بقى الجهاز، وبذلك يتم ايه تشغيل المحرك والعطل يزال. حلو قوي. في سبب رابع هنا بيكون تلف الدائره الالكترونيه، او دي سبب يعني اخير، ممكن يكون كل الحاجات دي تمام ولكن الدائره نفسها الالكترونيك بورد نفسها فيها مشكله، ودايما بيقول لك ان ايه بروكن الكترونيك بورد. طيب في بقى التذبذبات في عمل الجهاز ده، طبعا عطل معانا اخر عطل التذبذبات، يعني الجهاز بيشتغل ويفصل يشتغل ويفصل وهكذا. ده طبعا بيكون نتيجة للتسريبات داخل المبنى، وبيكون دي طبعا مجموع التسريبات، لان الجهاز ما بيفصلش بسهولة او بيعمل بسهولة من تسريب بسيط، لازم يكون مجموع التسريبات دي بيكون مثلا على الاقل 6 من 10 لتر بير مينت في الدقيقة، تمام زي ما الكاتالوج بيقول. تعالوا بينا، طبعا انا اجملت لكم الحاجات دي بالعربي عشان يبقى سهل الشرح، وهنبص عليها بس سريعا كده نظرة في الكتالوج ونشوفها مع بعض. زي ما احنا شايفين كده الكتالوج قدامنا بيتكلم، طبعا الكتالوج احنا شرحناه قبل كده وقلنا ان الكتالوج ده عبارة عن صفحتين، وشرحنا المواصفات ونظرية العمل وكل شيء عنه، تمام. النهاردة ان شاء الله طبعا احنا يخصنا الترابل شوتينج في الجزء دوت. ترابل شوتينج هنا بيتكلم زي ما احنا حكينا بالظبط، ولكن يعني انا حبيت اوريكم ايه الكتالوج بيقول ايه بالظبط. يعني اول حاجه اقول بامب doesn't start، ما بتقومش، المضخه مش شغاله، فده طبعا بيقول لك السبب. هنا بيقول لك تايب اوف ديفكت اللي هو نوع العطل، وهنا اللي بيعتمد على ايه، تمام، العطل يعني سببه ايه، تمام، وهنا الاسباب بقى يعني ايه الفرعيه بتاع العطل. حلو. فهنا المضخه مش شغاله، فبقول لك الالكترونيك كارد دي او بورد از بروكن، يعني الدائره الالكترونيه مكسوره او دامج او فيها مشكله يعني، تمام. طب ده طبعا ممكن يحصل نتيجه لايه؟ نتيجه لان في الفولتج فيلور، يعني ما فيش جهد كهربي، او البامب جامد، المضخه اصلا استك يعني قفشه زي ما احنا بنقول ماسكه، تمام، او الالكتريك كيبل انفرتد زي ما انا قلت برضو ايه ان الكابل معكوس، الدخل خارج والخارج داخل. تاني عطل معانا البامب دازنت ستوب، ما بتقفش خالص، تمام، ودي طبعا برضو الكارت الكهربي ممكن يكون مش شغال، او الفلو ديتكتور از بلوكت، القطعه بتاع مراقبه التدفق دايما لاعلى زي ما احنا قلنا وفي الاوبر بوزيشن اهوت، او الريستارت او الريسيت بيسموه ريسيت بوتون، الزرار بتاع الريسيت ده دايما مضغوط عليه بلوكد، يعني مضغوط عليه دايما لجوه، او ممكن يكون البامب دازنت بروفايد سفيشنت بريشر، يعني المضخه اللي عندك اصلا مش محققه الضغط اللي المفروض تشتغل عليه. يعني انت جايب مثلا مضخه على موتور مثلا ربع حصان ولا نص حصان ومركبه على بيت 10 ادوار مثلا ولا حاجه، فطبعا صعب جدا، فلازم تكون المضخه على الاقل يعني 2.5 بار فيما فوق، تمام. ده طبعا سببه ايه؟ ان بيقول لك ان في تسريبات، مجموع التسريبات دي بيكون هاير زان، يعني اكبر من 6 من 10 لتر بير مينت، 6 من 10 لتر في الدقيقة مجموع التسريبات زي ما احنا قلنا، يعني مش اي تسريب، يعني مثلا 1 من 10 لتر او 2 من 10 لتر في الدقيقة هيعمل ايه، هيعمل مشكلة، لا لازم تكون في مجموع للتسريبات دي. في عطل تاني اللي هو التذبذب زي ما احنا قلنا، ده بيبقى الالكترونيك كارد ده دامج برضه او بروكن، وبرضه المضخه مش محققه الضغط الكافي زي ما احنا قلنا في السبب اللي فات، وده طبعا بيكون نتيجه لان في تسريبات بقى، تمام، التسريبات دي بتكون اقل من 6 من 10 لتر بير مينيت، تمام، التسريبات بقى بتكون اقل من كده، فدايما المحرك يفصل ويشتغل يفصل ويشتغل،
تمام. انما لما كانت تسريبات اعلى من 6 من 10 لتر بير مينت كانت البامب اصلا ما بتفصلش، شغاله على طول. انما هنا العكس، تمام. اخر عطل معانا هنا في الكتالوج بيقول عليه البامب از جامد. جامد دي يعني ستك او ماسكه او قفشه. ده بيكون طبعا ايه، لان الكارد الكترونيك بورد دي فيها مشكله، تمام. وان البامب بيقول لك provides a pressure which is lower than the restarting pressure، تمام. بتكون طبعا مش المضخة مش محققة أقل ضغط ممكن للريستارت أو إعادة تشغيل بتاعة المضخة أو الجهاز. طبعا ده بيكون بسبب إن الووتر فيلور، يعني مفيش مية تقريبا، المية منقطعة، وفي في بروبلم في السكشن أو السحب، السحب اللي عندك فيه مشكلة. وبكده يبقى ان شاء الله اتمنا الموضوع. ارجو ان الناس تكون يعني استفادت من الاعطال دي، ولو قابلك اي عطل يا ريت تقول لنا في التعليقات وتفيدنا، ولو لك اي استفسار يا ريت تسيبه، نسعد بكم دائما. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.